تيدخل هذا اللقاء في كان ممكن يدار في الاواخر ديال الحمله الامميه لمناضله العمده ضد النساء. الفضاء المتعدد لوظائف النساء هو تشتغل داخل المركب الاجتماعي ابتسامه، ويعتبر مكون من مكونات الفضاءات ديالو اللي تشتمل على اربعه ديال الفضاءات. بالحكم ان تنشتغلوا مع نساء ضحايا العنف وتنيتي، وعندنا واحد المركز ديال الايواء ديال هاد النساء ومركز ديال الاستماع. اليوم احنا يعني في دور الاشتغال ديالنا تنشوفوا يعني التنزيل الفعلي ديال القانون 113 الخاص بمناضله العمده ضد النساء، وشنو هي الاكراهات اللي خلات ان المواد ديالو ما تنزلش بعد 3 سنوات ديال الصدور ديالو. وبالتالي احنا في الاشتغال ديالنا عندنا يعني واحد الاشتغال والتنسيق جد مهم مع الخلايا ديال التكفول، سواء على صعيد المحكمه الابتدائيه، محكمه الاستئناف او الشرطه والطرق. واليوم يعني داك الاشتغال وداك التنسيق وداك الجهد المبذول اللي تنحيو من هذا المنبر الاستاذ، على اساس ان كيفاش ممكن اننا نجودوا هذه الخدمات اللي تتقدم لهاد النساء، وكيفاش اننا نسعوا الى التنزيل الفعلي ديال هذه المواد القانون 113. اليوم ربما في اطار هذا اللقاء وبحضور السيده النواب، السيده نائبه وكيل عام محكمه الاستئناف، السيده نائبه وكيل الملك محكمه الابتدائيه، والاستاذه السيده الممثله المندوب ديال الصحه، هنا اليوم غادي نشوفوا كيفاش تيشتغلوا، وبالنسبه للحاضرين كيفاش داك التكفل ديالهم بالنساء ضحايا العنف، شنو الاكراهات اللي تلقاوها، وكيفاش ممكن نجودوا الخدمات، لان العنايه الواجبه اللي مطروحه كموضوع، كيفاش ممكن اننا نجودوا هذه الخدمات اللي تتقدم لهاد النساء. لاننا بالفعل ربما اليوم تنقولوا ان بصح 3 سنين مرات، ولكن اين نحن من التنزيل ديال هذا القانون؟ اين نحن من التكفل بهذه النساء؟ اين نحن من العنايه الواجبه اللي خصها تفرض لهذه النساء ضحايا العنف؟ صحيح كاين اكراهات، كاين مجموعه ديال العراقيل، ولكن ربما اليوم حنا في هذا اللقاء نخرجوا بحد التوصيات، ونخرجوا بحد يعني المخرجات اللي ممكن انها يعني تبعت للمسؤولين، من اجل ان تسهل هذه الممارسه ديال القانون 113. لان ما يمكنش يكون واحد القانون وبالنسبه لنا وتكون هناك عراقيل في تنزيله، لان اي قانون خصو يتطبق، واذا كانت هناك عراقيل في التنزيل يعني ما هو دور هذا القانون وما هي الغايه منه؟ شكرا. فيما يخص العنف ضد النساء، دأب المركب الاجتماعي ابتسامة منذ أن أسس إلى النهوض بمجموعة من القضايا ومكافحة من أجل القضاء على مجموعة من القضايا. القضايا من ضمنها قضية المرأة، قضية المرأة والعنف الذي تتعرض له. يعني هذا الارتهاد الثقافي ديال المجتمع المغربي اللي كيمكن يخدش الصورة ديال ما يمكن أن يصبو إليه المغرب مستقبلا، كنحاولوا ما أمكن من خلال مجموعة من البرامج لكي ديرها المركب للقضاء على هذه الظاهرة. كل سنة كنديروا يعني لقاء تواصلي، ولكن هذا اللقاء التواصلي ما كيعنيش بأن كنديروا غير مرة في السنة، هو عمل يومي من خلال وحدات تشتغل داخل المركب. هذه الوحدات لا تشتغل فقط داخل المركب، بل تنتقل إلى كل حالة من الحالات التي يعني يبلغ إلينا أنها هناك عنف ضد النساء. هذا العنف ضد النساء اللي ما كنوقفوش غير في المركب، لكن تنقلوه لرداهات المحكمة في الشكايات اللي كنتقدموا بها باسم يعني كل ضحايا ديال العنف ضد النساء، للنيابة العامة اللي كتاخذ فيها القرارات المناسبة. يعني احنا مبدئيا كنشتغلوا من خلال ما نشتغل عليه داخل المركب، ليس فقط العنف ضد النساء، عندنا 4 ديال الفضاءات، كل فضاء بوحدو عندنا النساء في وضعية صعبة، عندنا الأمهات العازبات، عندنا الأطفال في وضعية الشارع، وعندنا العجزة. احنا من خلال هذه البرامج اللي هي سنويه كنحاولوا يوميا نفعلوها، ويوميا كناخذوا على عاتقنا مجموعه من التحديات من اجل القضاء على مثل هذه الظواهر، ليس فقط القضاء على هذه الظواهر، ولكن من اجل نسيانها في الذاكره الشعبيه والرقي بها الى تصورات جديده يمكن
من خلالها، وهذا ما نصب إليه، أن نرى مغربا يخلو من مثل هذه الممارسات. ممارسات أصبحت شادة ولا يمكن أن تبقى، يعني من خلال التصرفات اللي كاينة سائدة. طبعا نسجل وبافتخار أننا في كل سنة كتنقص عندنا الشكايات، في كل سنة كتنقص عندنا أعمال العنف ضد النساء. ما يمكنش تمحي، لأن ليس في المجتمعات أشخاص أسوياء، لأن من يعتدي على الآخر، لن أقف عند النساء ولكن على الآخر، أطفال، يعني الرضع، ذوي الاحتياجات الخاصة، هذو كلهم ظواهر كنحاولوا نقضيوا عليها. باش كنحاولوا نقضيوا عليها كيمكن نديروا مثل هذه اللقاءات اللي كنعولوا فيها على مجموعه من الفعاليات المحليه، باش كتضافر الجهود. انتم غادي تلاحظوا ما كاين الشرطه، الدرك، الصحه، النيابه العامه، هادو كلهم فاعلين في مثل هذه في مثل هذا الحقل، لان يجب تكاثف يعني الجهود من اجل القضاء على هذه الظاهره. طبعا الاثار هي اثار ديال ازمات اقتصاديه، اجتماعيه، سياسيه، ثقافيه. الوغ هنا في هذه الحالات هادو كاملين كنحاولوا ما امكن باش اولا نوضعوا المشكل على ارض الواقع، باش نلقاو يعني هذا داء يجب ان نجد له الدواء. طبعا كل الجهود تمضي قدما في القضاء، من اجل القضاء على هذه الظاهره. نحن الان ننقص منها في افق القضاء على هذه الظواهر الاجتماعيه اللي هي بغيناها تكون شاده وليست قاعده اساسيه. هو بالنسبه لنا ربما احنا نقول ان العنف هو يعني هو تتجدد وتتغير الاساليب ديالو. حنا اليوم يمكن نهضروا على العنف الرقمي، على العنف يعني التحرش الالكتروني، واحد مجموعه ديال الامور. انا لن اقول انه في تصاعد او يعني نقصان، ولكن ربما تنقولوا حنا بحال اي جريمه، يعني العنف ضد النساء هو بحال اي جريمه اخرى، ولكن ربما حنا كنا تنقولوا سابقا القوانين ممكن انها تحدم الظاهره، انها ممكن تقلص، ولكن هذا بوحدو القانون ما كافيش. يعني خص تكون واحد الجهود مبذوله من المجتمع المدني، من القطاعات، من المواطنين، حتى المواطن عادي، باش انه اولا يعرف بالظاهره، يعرف بالتكلفه الاقتصاديه ديالها على البلاد، يعرف بالتاثير ديالها الاجتماعي على الاسره والنفسيه على ديك المراه، والمراه اللي تعتبر زوجه وام واخت، يعني ماشي فقط الزوجه، لان اغلبيه حتى تحدثوا على العنف يمشي الذهن ديالو فقط الزوجه والزوج، لا، كاين العنف ديال البنت اللي تكون الاب مزوجها وتتعلق لها عنف، كاين الاخت ديال ذاك الرجل، كاين الام ديالو مثلا تعرضت للعنف لاحظ مثلا في الشارع من طرف الغير، ما عندهاش تعرضت للعنف في الفضاء العام، في العمل. يعني العنف ما تنقصروهش فقط على العنف الزوجي، وبالتالي الى الجهود القانون بوحده ما يكفيش، والدوله بوحدها ما يمكنش دير مجهود. تقول خص المجتمع المدني عنده اليوم دور مهم جدا في التحسيس، في التعريف بالظاهره، خصو يكون عنده واحد المواطن حتى هو ينخرط في هذه العمليه ديال مناهضه العنف، اللي ما يبقاش فقط، لان العنف راه ماشي فقط عنف اللي ممكن نعتبره حنا عادي نشوفه ما تتعنف في الشارع فقط، لان عندي في واحد الفكر ذكوري في عقلي ان المراه اللي خصها تضرب ان ذاك راجلها هو تيضربها. لا، اليوم القانون تيمنع هذه الممارسات. اي واحد في القانون وتستاق من القانون 113 اللي ما قدمش مساعده لواحد الشخص في حاله خطر راه حتى هو تيتعاقب. وبالتالي حنا ربما من المنبر ديالكم تنقول ان اي مواطن يعني شاف مواطنه تتعرض للعنف كيف ما بغات تكون، بالنسبه لنا انه يتدخل، لان داك التدخل هو اللي غادي يوقف لنا الظاهره. هذه المساعده ديالنا لبعضياتنا غتوقف الظاهره، وتنشجع النساء انهم يبلغوا على العنف اللي تعرضوا ليه، سواء كان عنف جسدي، جنسي، ابتزاز، اي عنف تعرضت ليه ضروري ما تبلغ عليه، لان التبليغ هو اللي ممكن انه يساعدنا في تقييس ديال الظاهره. ضروري، لان فاش اي مره تتعرض لواحد العنف وتتسكت عليه تتشجع ذاك المعنف، انه مثلا واحده تعرضت لاغتصاب او تحرش من قبل رب العمل او تحرش شخص معين، الى سكتت غتخليه انه يتمادى مع نساء اخريات، وبالتالي الى بلغات ربما انها توقف واحد الجرائم كانت تتوقع الى سكتت هي. وبالتالي ان ذاك السكوت حنا عندنا بالنسبه لنا مرفوض، يجب التبليغ ويجب تشجيع النساء على التبليغ، لاننا حنا موقعنا نضلوا من اجل ولوج النساء العدالة. كانت النادي بالوجه ديالهم العدالة خصهم يبلغوا ويساعدونا في التبليغ، لأن التبليغ أنا تنقول هو وسيلة أساسية للحد من هذه الجريمة.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.